شوفوا احنا عندنا أزمة واحدة في الاقتصاد، واحنا يمكن انا استغل الفرصة دي ان احنا موجودين هنا مع بعض دلوقتي واقول ان احنا في الحوار الوطني اللي اطلقناه من سنتين كان فرصة كويسة قوي ان احنا نتكلم في موضوعات كتيرة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية يمكن، لكن احنا بنأكد مرة تانية ان احنا هنطلق حوار تاني. الحوار الوطني احنا قلنا لن يتوقف، وقلنا يمكن مجلس الأمم بتاعه يبقى مسؤول على ان ده يستمر عشان الحيوية اللي هو حققها خلال الفترة اللي تم فيها إجراء هذا الحوار. دلوقتي احنا بنتكلم على ان احنا محتاجين نعمل حوار أعمق وأشمل من اللي كنا بنعمله فيما يخص الاقتصاد. طب أنا بقول كده ليه؟ هل المتصورين، يعني أنا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات وبيكتبوا في الجرائد، بس أنا عايز أقول لكم كلكم حاجة، في فرق كبير قوي بأنك أنت تقول رأي وأنك أنت تنفذ الرأي. فرق كبير قوي أنك تقول رأي وأنك تنفذ الرأي ده مع رأي عام، مع ناس، مع دولة، في ظروف كتير قوي بتتحط في الاعتبار. لسه كنت برضو بقول بتكلم في النقطة ديت وبقول لهم اتقال لنا، وده من يعني من اقتصاديين كتير، ان احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد بتاعنا. انا ما بقولش سر ولا حاجة، وان احنا نوقف كل المشروعات اللي بتتعمل. ووجهة نظر من منظور اقتصادي وجهة نظر جيد، مفيش فيها، ما حدش يقدر يتكلم فيها حاجة، لكن انا هحط قدامنا مش وجهة نظر، هقول ايه؟ هقول طب انا الكلام اللي بقوله دايما، انا بشغل 5-6 مليون، قولوا لي انتوا يا مصريين يلي احنا كلنا في مركب واحد، اخلي ده يقفل ويروح، حتى لو انا هديله ايه؟ هديله 500 جنيه، هديله 1000 جنيه في الشهر، يعني هدفع 5-6 مليار في الشهر في السنه ب60 مليار، في حين ان هو بيعمل ده، الراجل اللي بتكلم عليه ده اللي شغالين في الدوله كلها بالكامل بيعمل له مبلغ اكتر من كده بكتير وعايش. هتقول لي بس الدنيا غاليه، هقول لك غاليه بس كلنا نقدر نعيش، بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكله دي. الدولار اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا في رؤيه طرحتها الحكومه من كام يوم ويمكن وسائل الاعلام اتكلمت فيها. شوفوا دايما كان الدولار بيمثل مشكله كل كام سنه لينا في مصر. طب ليه؟ لان انا الدوله المصريه مش بس الانفاق اللي احنا عملناه خلال السنين اللي فاتت سواء في 2011 او حتى بعد كده او في الحرب ضد الارهاب، لا، انما انا بقدم خدمات وببيعها للناس بجنيه وانا بضطر ان انا اجيبها بالدولار. هديكم مثال، والارقام دي ارقام ممكن تتحفظ عشان نبقى متصورين حجم الجهد والدعم المطلوب مننا، مش دعم للناس، لا، دعم للفكرة أو للمسار اللي احنا ماشيين عليه. انا بقول ان احنا مش هننسى الرقم ده لو قلناه. انا ببقى محتاج اجيب سلع اساسية في الشهر بألف مليون، بمليار دولار في الشهر. يعني عايز اجيب قمح، ذرة، زيت، فول صويا بمليار دولار. طب انا ببيعه للناس بايه؟ ببيعه للناس بجنيه. طب عايز وقود قد ايه؟ ممكن اقول برضو رقم، وده بالمناسبه ما بيخشش فيه، ويصلح لي وزير البترول الكلام، ما بيخشش فيه الرقم اللي مصر بتنتجه. بنتكلم في مليار دولار تاني، بنتكلم في مليار. انا بقول رقم ممكن يتهفن، يزيد شويه يقل شويه، لكن ده شهريا. طيب ايه كمان؟ النهارده محطات الكهرباء بتاخد غاز يساوي تقريبا، وبرضه يصلح لي الدكتور شاكر وزير البترول، تقريبا بمليار دولار كمان شهريا. يبقى 3 مليار دولار ما اقدرش ابدا انا ما اوفرهمش، ما اقدرش، لانها حاجات اساسيه. خليني ارجع مره معاكم تاني، وارجو ان احنا بس، يعني انا مش داخل في نقاش، لكن انا بحاول اشرح لكم حجم التحدي اللي احنا عايشينه من
حتى من قبل 2011، حتى من قبل 2011. وأقول لكم إن الأرقام ديت إذا ما كانتش الدولة المصرية بكل اللي فيها يعملوا على إن إحنا مواردنا من الدولار تبقى أكتر أو تساوي، أكتر أو تساوي انفاقنا من الدولار، يعني اللي بيجي لنا سواء بقى بنبيع منتجات، بنصدر، قناة السويس، تحويلات المصريين، السياحة، إن ما كانتش مصادرنا مواردنا اللي بتيجي بالدولار تساوي أو أكتر من إنفاقنا، هيبقى دايما عندنا المشكلة دي. الموضوع هو ده ببساطة الحكاية، هي دي الحكاية كلها اللي عاملة. طبعا حد يقول لي طب ما أنتوا الحكومة والدولة تظبط الموقف في الأسواق. صحيح طبعا لكم حق، وده كلام أنا بقوله دايما لنفسي قبل ما أقوله للحكومة وقبل ما أقوله لوزارة الداخلية. بس كمان أنا عايز أقول لكم اللي احنا بنتكلم عليهم دول مواطنين مصريين. يعني أنا لما أكون مواطن بكسب كويس قوي وعندي قدرة أن أنا أبقى عندي تجارة بمليارات الجنيهات للقمح أو السكر أو الذرة أو كلام من هذا القبيل، أتصور أن المكسب المناسب يبقى كفاية، مش هقول له أبداً ضحي ولا أخسر عشان خاطر مصر، لكن المكسب المناسب كفاية. ده كلام يعني مش بالخواطر بتمشي الدول، الدول بتمشي بالسياسات وبالقوانين وبالعمل.